السلام عليكم الاخوان. الموضوع ديالنا هو هاد خونا اللي علمناه يلبس وعلمناه الرمايه في شده سعيده وهو بغى يرمينا. المهم علينا ندخلوا في الموضوع قود دابا الاخوان. هاد السيد اللي عايش في السطح عايش في الزنك شهر 80 دابا الصهد، الناس تاع تموت بالصهد وعايش في الصهد ديال بصح، ما يخرج ما يدرج ما يسافر ما عايش الحياه ما يتصاحب ما يحوي ما يطفي الضو ومصد علينا كرنا. نهار كامل كيعاود لكم قصص من الخيال، اقسم بربي العزه الا كيعاود لكم قصص من الخيال. هذاك الشيء اللي كان كيتمارس عليه شحال هذه ديال الضغوطات النفسيه وديك العقد الانسانيه كامله كيطبق عليكم في السوشيال ميديا. عمري شفت واحد ما كيخرج ما يدرج ما يعيش ما والو. صاحبي تي سافر صاحبي خرج، هالفلوس كاينه صاحبي، حنا يوميا كنعيشوا الحياه تا سقط والدين. ها شوف شوف انت ما خدام ما ردام وكاينه الفلوس. ها عايز هوا بلا ما نهضروا في هادشي. انا بغيتي تفوتني عليك ياك، انا غنجبد لك الارشيف ديالك. اختك هيند اللي كانت صاحبه مع كريم الشمكاني مربي مالينوا فارح الخرا اللي عنده سونطروا، باقي شي واحد مربي سونطروا عنده سونطروا في 2021 كان كيجي يدي لك من حدا داركم ما كتقدوش دويو وتقبها وحملها وطيح الدري وباك في راسو وخوتك في راسو وانت قد الكلب ما كتقول 190 خلي مدهون انا اسطوره كذا. عمري شفت اسطوره ما قاري ما واعي ما سامع ماشي جامع جي خارج من السادس ما يعرف يحسب فلوس. واش عقلتي ملي كنت كنسوق الطوموبيل وانت كتعلي لي الكار وتحل لي البيره نسيتي لي بيتك واش تكسيتي ونسيتي ولا الدجاجه اللي كتوالو رجاك السما داز عليها؟ انا فوتني عليك انا لقيت اسطوره جات معايا يوميا مدوش يوميا تريني يوميا خارج يوميا مراش بارفان. البارفان ود القحبه دير 1500 درهم اللي كنرشها هنا ود القحبه هنا كضيع. تجي نتايا ساكن في السطح فيه ساكن في السطح ود القحبه كيشوف واحد البحر خانز في ريحه الخرق وكتطبق على عباد الله تقول انا الاسطوره انا اللي حاكم مدينه جديده. انت محكمتي تخصك ود القحبه اللي تقبوها لك وحملوها وطيح الدري دوزي مسيري بحال النادي المكنيسي عمرو قطلع. ها وكان كيجي يدز الله اللي يزركم حدا داركم سونطر ويجي في الليل عربط عليكم ويجي نوي يفرقع عليكم بيبان وما تقدوش تهضروا. صافي ود جي نسيتي راسك ملي كنت تنقي الدجاجه بجوج دراهم درهم عرفتي علاش تحاقد عليا؟ انا نقول لك علاش حيت ملي كنت كتسافر معايا ود القحبه كنت تبقاش عليا الكارو العباد كنت كنقرا لك ميساجات ونعلمك كيفاش تكتب وكيفاش تلبس وتأنتك. واش نسيتي؟ ها واش نسيتي؟ نفكرك انا ما بغيتش نتيري في دين امك. دابا بنادم كيسحب لينا محازك حقا شفت يولي يطلع في اللايف 10000 تس دبر كرك ما تبقاش دوي عليا. تبارك اللي مشينا لمراكش دخلت عليه بحال عادل امام هذاك الشيء ديال الافلام هذاك الشيء كله ديالي القلاوة. انا ولد المسرح خارج 16 عام ديال المسرح. انت ولد القحبه ساكن في السطح ما كتخرج ما كتدرج صاحبي. الصيف الناس سالت تموت بالصاد ودير طاقيه. انت من دين امك ابوك الطايه من امك مقطران من امك فكره العرق وخانز صوب سنينك بعد المرك فراسك واحد القضيه مركب فم ما عارفين تو واحد ما عارف ورا مركب فوق قسما بالله العلي العظيم. مركب فوق من كيبغي العسك يحطوه في كاس ديال الماء بحال فاني دراس ولا كيديروا في الثلاجه حد النار حد النار غادي معايا ويطيح لي فمو القلاو. تسير تكمش لامك ولا غنجي نشيري فمك. انا راه كنخرج راه الجديده كامله تتحترمني تتقدرني كلشي كيقول البرقه هذه. اما انت راه ما كتخرج ما كدروج عطلت كفات سير تقاود. نهار غتخرج الجديده غيفرطوا لامك عينك. اما انا راه طراسيت كروه ديال الجديده كامل كلشي تيحترمني. علاش؟ حيت عارفيني راجل متواضع وهذه نصيحه من عندي بعد مني قبل ما نفرقع لامك عينك. انا راه اللي قلتها كنديرها وانت عارفني. نهار اللي هز عليك خونا معلقه في المحلاب هز عليك معلقه وتهرب لي تضرك بيا تقول لي برقادي فكني راه عاد نضى. اما معلقه هربتي سير الكلبه تاع امك خاصك تعاود لهم قصص وهميه وخياليه. انا كندير انا كنفعل. انت راك ما كتقد على التخريق. انت راه غير حوته بحري. وقت اللي بغيتك غنطلعك. نهار غنلقى امك خارج غنهز لامك تليفون غنطلع بيه لايف من هذاك التليفون ديالك ونقول لهم ها انتوا يا العبيد هذا اللي كيعيق عليكم البرقادي حاكمه. هذا راه ولدي انت ولدي بغيتي ولا كرهتي بارطاجي ودين امه باش يعرف هذا راه ولدي.